ولد بنتي المرضي كان خارج هو واحد ولد خويا باقي على الشاب، ركبوا على واحد الموطور لحقوا لديك الربان جديده، لحقوا داروا ديك الحاتيته جماعه الزواده لحقوا سيدي غوتوا علينا في الجوج تاع الليل، مشينا جبرناهم في القصر. ما هما في حاله، واحد مات وواحد ولدي انا مسكين ولد بنتي مشى في هذه الحاله ضحيه، ما هو في حاله، ما عنده عينين ما عنده لسان ما عنده حتى شي حاجه، سنان ديالو طايره كل شيء، الحاله ديالو معجبه، الوجه ديالو ما فيه ما يتشاف، واللسان ديالو مقطع، دخل فيه القيودون دخل فيه سنان ديالو طاحوا، ما بقى له حاله، الوجه ديالو ما بقاش. انا ما بقيتش، انا كنطلب منهم وهاد الناس يتعاونوا معايا، انا مزوقه فيكم. ديتو السبيطار، ديناه السبيطار ما شافوا فيه، ديناه المحمد الخامس ما شافوا فيه، داوناه على داك الكلينيك زباله ديال الفلوس، ودابا سيدي ما كيعدوا لا سنان باش ياكل ولا حتى شي حاجه، طالبوا لنا عيب الخيرين كاع، ما كياكل شي كاع بسنان ديالو، ما عندوش مره لسان باش يهضر باش يتكلم، سنان ديالو طايرن كل شيء، الحاله ديالو ما هي في حاله، ما شاء الله وصافي. قالوا لنا هودوا ولدكم راه دار حتيته، ما بقاوش يقولوا لنا شي حاجه، هودنا حنا لله، حنا على النيه ديالنا قلنا غنعالجوا، ساعه صنا فيهم ما يتعالجوا، صنا واحد ميت شبع موت، لقينا مهدوا داو الجدرميه هودوا من يسعف هوداتهم، تا بردوا وشبعوا موت، اللي مات مات واللي تاسف عليه تمرض حالة حاله، ما فيهم ما يتشافوا، منين لحقوا تما رموهم، واحد رماه واحد ميت عاف الارض زيطان في القص، واحد الحاله ديالو ما فيها ما جا الدم، البيت عمر بالدمايات، وما بغيناش دابا هذا يسمع هذا خوه مات، ملي كان نصبحوا ولد خالو مات، ما عاد جيه حتى هو ثاني يسيق الخبر حتى هو يتبعو، وما يسيق خبر عبي ودنيه ولا يسمع غادي يموت حتى هو، حنايا خازنا نهالف، هذاك الشيء راه كنا متنا ومشينا بحالنا، حنا براسنا راه حنا كنا مشينا، انا براسي عندي 66 عام، وانا سيدي كان عندي طلبوا لي هاد الثمن بزاف، انا بزاف عليا، وانا تطلبوني بالمخزن على الجواد، دابا راهم عي مسلفه وعي مكلفه وباقي اللي الحاتيت باقي اللي غادي يردوه نهار الجمعه وباقي غيردوه بلاصه اخرى. المرضي انا المزوقه فيكم انتما شوف فيا لوجه الله، هادو راهم ماشي طبوا عاكين تشوفوا فيكم ما كيشوفوش كاع فيه، ما حتى الخياطه جنه دابا قالوا لي حنا خيطناه وباقي لسانه مقطع، دابا البارح في الليل ديناه ثاني للطبيب ثاني طلبوا لنا غدا ان شاء الله عاود نهودوه في الليل، هانتوما كتشوف عنده 15 سنه، عنده 15 سنه ومو مسكينه هاجره عليه البلاد وما عندها لا خدمه وفي الكرا لا حتى حاجه، واحد كتخرج تخدم كتخاف من البوليس، كتخدم كتخاف يشدوها، لا كانت الخدمه بعد مومين كيديروا فيها داك الشيء ما كاينه شي صافي. المرضيين ما شافوش حتى فيا، ما شافو فيا ما عطاونيش حتى الوقت، هذا كيضربني منه هذا كيسد عليا الباب منه، هو كيفطفط قدامهم كي في الليبرانس قاعد كيفطفط على نزلو تيقول لي تيسدوا ضربوا علينا الباب في وجهنا، ما عندنا ما نديرو، والحاله ديالو خطيره، والحاله ديالو خطيره وغارق بالدم، الدم كيخرجوا على ودنيه، ودار فيا بقى فيا ما كنقدرش نشوف فيه، انا رانا براسي انا كنطيح بالسكر وطانسيو، انا براسي انا مريضه، انا براسي دابا ما شربتش الدواء كنطيح، انا شحال نتعالج معاه، انا كان امو مسكينه راه من اللي كانت تبكي، حتى هي رقد لها الكرع واليد راه قاعده كتغوت، حتى هي مريضه، راه عام شرده ما عندها لا اوراق لا حتى شي حاجه، ما جهدناش. 06 24 19 37 39 وانايا رانا نقد الحال ما عنديش ما عندي، انا رانا مريضه في السكر ما كنقدر لا نكمل لا نهار ولا يوم، انا خصني هاد الناس هادو اللي كنقول نهضر معاهم الله يرحم الوالدين ديالهم،